خويا عسل عسلامة معز الحمد لله لاباس الحمد لله. شنو نسبة البقر توا في البلاد كثرت؟ خدام ولا بطاسة؟ لا أنا خدام. معرس؟ إي معرس وعندي بنوت. في ليبيا بفضل الله. أنا معز. في ليبيا أنا. ليبية ولا تونسية؟ لا تونسية. تعيش في ليبيا؟ أنا عشت توا في ليبيا عندي توا مسكي جيت إن شاء الله غدرة بعد غدرة نروح. شنو هي الوضع شنو معناتها؟ ولا هيك تشوف معز لهنا كيفاه و نسبة البقر تشوفها في البلاد كيفاش؟ برشا هو ما معزز معناتها بشوية بشوية فهمتني معناتها واحدة واحدة ما دولة فهمتني كانت مسالف برشا فلوس توا معناتها قاعدين نمشيو بشوية قاعدين نخلصوا بشوية بشوية مش كون فيكون زاد فهمتني مش كون فيكون بشوية بشوية تخلص البلاد تتحرك الدنيا تحل مشاريع في تونس عباد تخدم فهمتني واحدة واحدة هذاك فهمتني وإن شاء الله خير معناتها إن شاء الله اللي جاي خير بإذن الله. شكون تخدم في ليبيا؟ والله توا نخدم غادي حانوت تاع دخان محل تاع دخان كبير. في حانوت غادي مع واحد؟ ايه محل دخان كبير. المرأة تخدم ولا؟ توا حاليا مازالت قاعدة. كيفاش عايشة غادي كارية؟ ايه كارية. كارية بس. اشتغلت عليها من بعد؟ ها؟ اشتغلت عليها من بعد وشغلت عليها؟ هما توا مازالوا كي يجيو معايا معناتها جينا توا باش نعديو أربع خمس أيام ونعاودوا نرجعوا. جينا على الاحتفالات تاع فلسطين. فهمتني وان شاء الله خير لاباس لاباس الحمد لله لاباس عاش خويا نحكي في